السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقاء. معنا اليوم غراند سان أندرياس تريلوجي بحلة جديدة بإضافات رهيبة ستعجبكم يا أصدقاء، فلكي لا نطيل عليكم لا تنسى الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويا الله بينا أصدقاء. ما معنا اليوم صراحة يفوق الخيال، معنا تجربة ستشاهدونها معا يا أصدقاء. هيا نضغط على تخطي وستشاهدون معنا أشياء جميلة جدا. ستلاحظون زرين جديدين، نعم يا أصدقاء، ستشاهدون جرافيكس جديد، نعم سنريكم كل الأشياء. هذين الزرين يا أصدقاء شاهدوا معنا، ستشاهدون هي ستشاهدون المزيد من الأشياء الرائعة. بدأنا لكم المقطع بشكل سريع عن هذه الأشياء الرائعة يا أصدقاء. هيا ستشاهدون سيارات جديدة. هذه النسخة فأصدقاء هي لعبة غراند سان أندرياس تريلوجي يا أصدقاء. هيا أين اقتربنا، نعم انظروا معنا كم من الأشياء، يا سلام على هذه التجربة العملاقة. ها نحن يا أصدقاء، ها نحن، ذا هل شاهدتم الجديد؟ أوه هاي يا أصدقاء، فكما تشاهدون معنا، أول شيء يا أصدقاء سندخل إلى الإضافات الجديدة كالجرافيكس، نقوم بنقص الريزوليشن يا أصدقاء من أجل أن نلعب بشكل مهم. هنا يا أصدقاء ستجدون أنتم الإضاءة بشكل مفرط، قوموا بنقصها وقوموا بزيادة هذا الشيء من أجل أن اللعبة فيها إضاءة قوية جدا. الآن قمنا بنقص الجرافيكس، سنستمتع باللعبة أفضل. شاهدوا معنا، واو على السرعة، الآن صارت واو على الأضواء الخلفية يا أصدقاء. أول شيء هيا نقوم بزيادة الصوت لكم، نستمتع. شاهدوا معنا هذا الجديد، انظروا معنا سيارة جديدة أخرى، ولكن نحن لدينا الأفضل، نحن لدينا الأقوى، نحن لدينا الشيء الرائع يا أصدقاء. انظروا معنا، السيارة لا تتدمر. يا سلام، اذهبي انت. على هذا الجرافيكس، بوم، ماذا تفعل؟ السيارة لا تتدمر، وهذا ما نريده يا اصدقاء. هيا سنذهب الى البادية. صار هناك لاج. على العموم يمكنكم نقص، لأن الجرافيكس قوي بما فيه الكفاية. انظروا معنا، رغم أنك تقوم بنقصه يصير الجرافيكس، رغم أنك تقوم بنقصه إلى أنه يصير بشكل أقوى وأقوى، لأن الجرافيكس قوي جدا رغم أنك تقوم بتشغيل هذه اللعبة على جرافيكس قليل جدا، ولكن لا يهمنا ذلك، ما يهمنا هذا الجرافيكس، ما يهمنا هذه الأشياء الجديدة، السيارات وهذه التجربة واللعبة يا أصدقاء. فكما تشاهدون معنا يعني المهمات، كل الأشياء، فكما تشاهدون غراند سان أندرياس تريلوجي مع الإضافات الرائعة. شاهدوا معنا لتتأكدوا يا أصدقاء على أن اللعبة تريلوجي، فقط شاهدوا يا أصدقاء البنايات. أول شيء نختار الـ FPS أين هو؟ هو نختار 30 او نختار ان لوكد على هذا الشكل. واو هكذا افضل، يعني لانك من الافضل الا تختاروا 60، يعني خلوها مفتوح او على هذا الشكل الى الاوبشن، او نختار مثلا 30 نجربها. لا 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 لا، 30 سيئة، نقوم بالرجوع، نختار على هذا الشكل الريزوليشن. هنا الأشياء الأخرى، هنا نختار الميديوم على هذا الشكل. لم نقوم بالقفز من هذا المكان. على العموم يا أصدقاء هيا نقوم بالرجوع، يجب علينا أن نقفز من هذا المكان. أتينا إلى هنا، يجب علينا أن نقفز من هذا المكان يا أصدقاء. صراحة التجربة عملاقة، التجربة أسطورية، رغم أن هناك بعض اللاج، ولكن تجربة أسطورية يا أصدقاء، تجربة خرافية. أوه
وانظروا معنا بوم، يا سلام السرعة كانت رهيبة يا أصدقاء. انصدمنا مع هذه الشجرة فكما تشاهدون. نعم ستنفجر على ما اعتقد. هيا نهرب. ها هي ستنفجر. شاهدوا معنا الى هذا الانفجار. واو جرافيكس رهيب. هيا نذهب الى البادية يا اصدقاء. احب صراحة هذه الطبيعة، احبها كثيرا. هي سيارة اخرى، ولكن نحن لا نختار هذه السيارة، هيا نختار سيارات اخرى. هناك الاشياء جديدة كثيرة جدا صراحة، تجربة رهيبة جدا في لعبة جراند سان اندرياس، وبالاخص هذه النسخة تريلوجي نسخة ولا اروع صراحة، نسخة افضل، نسخة رهيبة. هيا نختار المزيد يا اصدقاء. على هذا الشكل. هذه التجربة يا اصدقاء للعبة جراند تريلوجي نيتفليكس، ليست التي من روكستار بل من نيتفليكس. على العموم هيا اطل. ما هذه السيارة؟ اين هي؟ ها هي. سيارة البي ام دبليو. واو لا هي الموسيقى توقفي. واو شيء ما هناك في تحت. على العموم انظروا معنا يا سلام. هذه القفزات صراحة رهيبة جدا. اعطونا 500 جولد، 500 في النقود يا اصدقاء. هيا نهرب من جديد، ستنفجر علينا هذه السيارة، كل السيارات انفجرت يا اصدقاء. على العموم نستعرض لكم الاشياء الاخرى. انظروا معنا طائرات، دراجات، شاحنات، جديد، اشياء جديدة ورائعة صراحة. ما هذا الشيء؟ هيا على هذا الشكل. انظروا معنا هنا، نقوم باختيار هذه الأشياء الجديدة. نعم هاي السيارة الأخرى يا أصدقاء. هاي نقوم بأخذها على هذا الشكل. كيف سنقوم بالركوب فيها؟ على هذا الشكل يا أصدقاء. نستعرض لكم المزيد من الجيم بلاي الرهيب جدا والأسطوري صراحة لهذه النسخة. يا اصدقاء على العموم هذا هو المقطع الخاص بنا. فهناك اشياء رهيبة جدا في هذه اللعبة يا اصدقاء. تجربة معنا، تجربة رائعة اليوم فكما شاهدتم. انظروا معنا الى الطبيعة، الى هذه الاجواء الرائعة والاسطورية فكما تشاهدون. يا سلام، حقا نجرب هذه اللعبة على الهاتف. واو على هذا الجرافيكس. اللعبة يا اصدقاء بالطبع تحتاج الى اجهزة تكون قوية من اجل تشغيل هذا الجرافيكس والى تجربة هذا الشيء الرائع. فيا اصدقاء هذا هو المقطع الخاص بنا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.